حسين داي وسي كذلك تستاهل الشركة وعلاش ما تستاهل الشركة ولما علاش فرق أخرى اللي كي يشوفوا كاع فرق الشهداء كاع الفرق الجزائرية عندهم الشهداء عندهم تاريخ عندهم كذا دونك كيما فرق أخرى يستاهلوا يكون عندهم شركة فما من صفحة حتى تستاهل الناس تكون واقفة على الفريق هذا خاصة أن هذا الفريق ما يغفلكمش باللي من الفرق اللي عطات اكبر لاعبين مختلف المنتخبات الوطنيه خاصه المنتخب الف دوك هاد الناس ما لازمش تنسى هاد الفرق اللي عطات الكره الجزائريه عطات عكس بعض الفرق اللي عندهم شركه ما عطاتش كيما عطات نصر حسين داي ولا مثل رايد القبه ولا جمعيه وهران ولا كاين فرق عطات كثير للكره الجزائريه ولكن بالمقابل راهم نساوهم دوك لازم يعاودوا يلتفتوا ولا محبين يطعدوا يطوروا وينهضوا بالكره الجزائريه باسكو سيدي زمان نصر حسين داي وهاد المنطقه كاع كانت سيتي ان بول دو ديفلوبمون كما يقولوا قطب تطوري ماشي غير في كره قدم في عده رياضات جماعيه الهوندبول الباسكت فولي بليزيور ديسيبلين المختلف المنتخبات الوطنيه في عده رياضات دونك هذا لو بول دي ديفلوبمون يفو لو رونسي افيك ان بون بريزون شارج اللي تخلي الفريق هذا يعاود ينهض ويعاود يمد كما كان في السابق للكره الجزائريه ولمختلف المنتخبات الوطنيه. طازج حله جديده وذوق اروع. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.